شكل موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن رافعة لنمو مندمج محور لقاء نظم ضمن فعاليات المنتدى الجهوي للإدماج الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال بمراكش. وخلال هذا اللقاء تم إبراز الأهمية المتزايدة التي أضحت تكتسيها المقاولة الاجتماعية في تنمية وتطوير اقتصادات الدول. فيما يخص الاقتصاد التضامني والاجتماعي فهو اليوم يتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد اللي يدعى عليه صاحب الجلالة نصره الله، بحيث أنه هذا النموذج اليوم اللي يرتكز على التشبيك المحلي ما بين حاملي المشاريع، ما بين حاملي المبادرات والأفكار الجديدة، تيمكننا الاقتصاد الاجتماعي التضامني على أنه نخلق ثروات ونخلق تعاونيات، ولكن نخلق كذلك تشبيك بين هذه المؤسسات. خلال هذا اللقاء سلط المشاركون الضوء على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب الذي استفاد بشكل كبير من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، وساهمت بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل وضمان الاستقلالية الذاتية للشباب. نشتغل على تثمين مبادرات الشباب فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يمثل قاطرة للتنمية المحلية والجهوية في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي مشروع ملكي بامتياز، يعني ساهمت في تقليص الفقر وساهمت كذلك في التنمية المحلية والمجالية، وفي مقاربتها في شقها الثالث تعتني بتطوير قدرة الشباب والنساء وكل الفئات الهشة على يعني الاستقلالية الاقتصادية. يقام المنتدى الجهوي للإدماج الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال بمبادرة من ولاية جهة مراكش آسفي، وبشراكة مع عمالة مراكش وأقاليم الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والجمعيات الشريكة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تنزيل برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.